السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الأصدقاء. النهاردة تاريخ 20 من شهر إبريل لسنة 2024. عاوز أتكلم في بعض النصائح مهمة جدا للأخ النحال. نقدر نقول أهم الأسباب اللي بتؤدي لانهيار النحل أو انهيار الخلايا أثناء الفترة اللي احنا موجودين فيها، فصل الربيع. نتمنى من الأصدقاء اللي بيتابع معانا ينتبه للشيء ده. أصدقائنا الجدد اللي أول مرة يتابعوا معانا في القناة، نتمنى الاشتراك في القناة لعل أي نصائح يتم نشرها إن شاء الله توصل للأخ إشعار بأن تم نشر فيديو. زي ما احنا شايفين اللي قدامنا دي حضنة ذكور. لو الأخ النحال انتبه للحضنة ديت هيلاقي فيه كمية فروة داخل الحضنة دي، كمية مش بسيطة، بل بالعكس هنا بقى نقدر نقول ان هي تسبب كارثة فعلية داخل الخلية. تمام، انا حبيت ان انا اجيب للاخ النحال او الاخت اللي بتتابع معانا صورة وصوت على اساس لما يتابع يشوف ان حضنة الذكور دي على الرغم ان ليها استفادة بالنسبة للخلية ان احنا بنستفيد منها في موضوع تلقيح الملكات، ولكن مع ذلك نقدر نقول هي البيئة الوحيدة اللي داخل الخلية اللي بتحتوي على كميات من الفروة مهولة، بالخصوص لما يكون النحال ما أمشي بعملية مكافحة للفروة بطريقة صحيحة. طب ليه أنا تكلمت في الموضوع ده وأرى أنه هو موضوع مهم جدا؟ لأن للأسف بعض الأصدقاء ما شاء الله تبارك الله طبعا عندهم خلية 20 برواز، خلية 15 برواز، خلية 10 براويز. أنا متأكد من الشيء ده، معظم اللي بيتابعنا بتاريخ اليوم عنده الامر اللي انا بتحدث عليه ده، عنده خلايا قوية. طب الخلايا القوية ديت اللي هي مثلا خلية 20 برواز، في كام برواز حضن على الاقل؟ في على الاقل 10 براويز حضنة، صح؟ ال15 برواز في على الاقل كام حضنة؟ براويز حضنة سواء مفتوحة مغلقة براويز بيض، في على الاقل 7، صح ولا لأ؟ لو جينا نبص على خلية 10 براويز هتلاقي على الأقل عندك 6 براويز من الحضنة. تمام، أصبح إن الحضنة دي لا قدر الله لو فيها فروة، تمام، أنا أتكلم على الحضنة، حضنة الشغالات المنتظمة، لو فيها لا قدر الله فروة، أنت كل مجهودك اللي أنت بتعمله ده، تمام، أنت هتضيعه. ليه هتضيعه؟ لأن ما ننساش إن إحنا خلاص نقدر نقول بالكتير شهر ونخش على فصل الصيف، ولما نخش على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لما يكون قوة عندنا من النحل أو جيش عندنا من النحل، هنلاحظ عندنا فجأة إن النحل ده انهار. انهار بمعنى هتلاقي الخلية عندك 20 برواز فجأة بقت 4 5 براويز بس. طيب ليه؟ لأن الفروة لعبت في النحل لعب، الفروة سببت لك مشاكل في النحل، مشاكل كبيرة جداً. تمام، على الرغم ان انت عندك قوة جيش ولكن هتلاقي مشاكل. اولا نقدر نقول تأثير على النحل نفسه، ربما يكون في زحف، زحف في النحل، ربما يأتي مشاكل لا قدر الله فيروسية نتيجة الفروة الكبيرة اللي داخل الخلية، يجي لك امراض في الحضنة او ثقوب في الحضنة، مشاكل لا تحصى. صدقا انصح جميع الاصدقاء في جميع البلدان العربية اللي بتتابع معنا، تمام، بدون ما ننسى احد من البلدان او نذكر احد، تمام، معظمنا ربما يكون حاليا في موسم عسل. اللي في موسم عسل دلوقتي انت مستثنى من القيام بمكافحة فروة. حتى لو عندك في الخلايا فروة وشلت حضنة الذكور اللي عندك ولقيت فيه فروة، انتظر لحد ما تأخذ موسم العسل. تمام، ليه؟ لأنك ممكن أي مادة تكافح بها تلوث العسل، تترك ترسبات في العسل. فأنا مش عاوز أرتكب اسم
انا كمحمد المصري مش عاوز ارتكب اسم بالنصيحة، تمام؟ كذلك الاخ اللي بيتابع معانا انتظر، هتفرز العسل مثلا متى؟ يعني عندنا اصدقائنا داخل مصر موسم الحمضيات او الموالح، تمام؟ هيفرزوا العسل متى؟ في ما شاء الله فرز الاسبوع السابق، وفي بعض الاصدقاء بيفرزوا في الاسبوع الحالي حاليا، تمام؟ يعني انا اللهم لك الحمد قمنا بالقيام بفرز العسل، ربما يكون تقريبا قبل يومين او ثلاثة وانتهينا من الامر ده. انا عندي فترة، انا اتكلم على علي انا كشخص داخل مصر، تمام؟ قدامي فترة نقدر نقول على الاقل 10 ايام او ازيد من 10 ايام على موسم البرسيم، تمام؟ في الفترة دي اقدر اكافح مرة واتنين. انا خلاص فرست العسل، دلوقتي نقدر نقول ربما بأعيد تكوين الخلية مرة تانية او بأجيش الخلية مرة تانية، اقدر اكافح مرة اتنين قبل ما اخش موسم البرسيم، تمام؟ طيب اصدقائنا نقدر نقول اللي بيتابعونا في بلدان اخرى، تمام؟ انت عندك دلوقتي في موسم عسل، انتظر اول ما تقوم بعملية جني العسل، خلاص ابدأ بالتوكل على بركة الله تعالى، ابتدي كافح فروة، تمام؟ سواء كافحت مرة واحدة، كافحت مرتين، 3 مرات، حسب الوقت اللي متاح عندك، تمام؟ ليه انا اتكلم الكلام ده؟ في البعض ممكن يكون بيتابعني يقول لي اخويا محمد انا ماشي على برنامج من اول الانطلاقة الربيعية بأكافح باستمرار والنحل عندي نضيف. اقول له ما شاء الله ممتاز، بجد ممتاز واشجعك، تمام؟ ولكن ما فيش مشكلة وما فيش مانع ان انا مثلا لو قمت بالقيام بفرز العسل سواء الاسبوع دوت او الاسبوع القادم او حتى اول شهر 5، تمام؟ ان انا ادي مكافحة وقائية اشوف مدى تساقط الفروة، تمام؟ يعني نتمنى ناخذ الشيء ده بالاعتبار. اصدقائنا مثلا على سبيل المثال داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، موسم السمرة، بعد ما تنتهي من السمرة وقبل ما تروح لمكان اخر وتجهز نحلك لموسم اخر، ادي مكافحة، ادي مكافحة او اتنين، تمام؟ مش هتخسر شيء، بالخصوص لو انت مثلا هيكون الموسم القادم عندك الطلحة او الاسل مثلا، تمام؟ ادي مكافحة او اتنين، نظف نحلك، تمام؟ حتى لو نحلك نضيف مش هتخسر حاجة من المكافحة الوقائية. اصدقائنا داخل منطقة شمال افريقيا، الجزائر وتونس والمغرب، تمام؟ في البعض ربما يكون في مواسم نقدر نقول في التوقيت الحالي اتوقع ممكن يكون شوقيات او بعض المواسم، ربما اعتذر لو ما عنديش علم بالمواسم، ولكن مقصود الكلام اللي حاليا ما هوش موجود في موسم، ادي مكافحة، تمام؟ اصدقائنا برضو كذلك داخل سوريا او داخل لبنان او داخل العراق او ليبيا او الاردن، تمام؟ او فلسطين الحبيبة، تمام؟ نفس الامر، نتمنى برضو اللي موجود في موسم عسل ينتظر بعد انتهاء الموسم، ادي مكافحة او اتنين او ثلاثة، تمام؟ لان بجد صدقا الخلايا فيها كميات من حضنة الذكور عند الجميع، كميات كبيرة جدا، محدش يقدر ينكر الامر ده، تمام؟ بس في ممكن احد الاصدقاء يقول لي طب انا اخويا محمد هختش او اشيل حضنة الذكور دي لو ما لقيتش فروة، هل ده دليل على ان الخلية نظيفة؟ لا، مش هقدر اقول لك ان ده دليل قطعي، لان احنا بنتكلم في حضنة شغالات، في نحل موجود داخل الخلية. الاختبار الصحيح انك انت تضع ورقة في ارضية الخلية، ورقة بيضة، وتعمل مكافحة وقائية. المكافحة الوقائية اللي انت تعملها تتأكد من اصابة النحل بمستوى من الفروة او ان النحل خالي من الفروة، تمام؟ سريعا بعض المواد اللي ممكن الاصدقاء يكافحوا بيها في التوقيت الحالي اللي احنا فيه بتاريخ 20/4 لسنة 2024، عندنا الفورميك اسيد. ولو هنستخدم الفورميك اسيد يفضل استخدامه بتركيز ما بين 60 الى 65، اللي عنده تركيز عالي زي 85 او تركيز عالي زي 100% نزل التركيز بتاعه، الامر سهل جدا، تمام؟ طيب عندي مادة اخرى اقدر استخدمها زي الاوكزليك، تمام؟ الاوكزليك انا
افضل ان انا استخدم الاوكزليك مع الجيرسلين، تمام؟ واللي مش عارف الطريقة ممكن يرسل لي تعليق وارسل له رابط فيه شرح من المنزل، وانا بقى اعمل العمل ده، وانا بقى اقوم بعمل الجيرسلين والاوكزليك واحطه على الفوط وانزله للخلية، تمام؟ دي طريقة نقدر نقول ممتازة، تمام؟ في ممكن برضو نستخدم، نقدر نقول السيمول او المنتول، ولكن بشرط اساسي، تمام؟ للي يتوفر عنده الشروط اللي انا اتحدث عليها. السيمول او المنتول لو في بعض الاصدقاء عندهم درجات الحرارة اقل من 30 درجة مئوية تقدر تستخدمه، انما اصدقائنا اللي درجة الحرارة عندهم ارتفعت لازيد من 30، خلاص شيل السيمول من عندك وشيل المنتول من الخطة بتاعتك، تمام؟ طيب في البعض ممكن يقول لك انا عندي شرائح، تمام؟ الشرائح ربما يكون منتشرة في معظم البلدان، هل ممكن استخدمها؟ والله لو انت ما عندكش الا الشرائح فقط، تمام، خلاص انت مضطر تستخدمها، تمام. بس اهم حاجة لما يجي مع اقتراب موسم العسل اي شريحة داخل الخلية تخرجها من الخلية، تمام؟ ما تخشش موسم عسل والنحل يخزن عسل في وجود شرائح، تمام؟ نتمنى ناخذ الشيء ده بعين الاعتبار. اعطي نصيحة مهمة جدا قبل اي حد ما يقوم بمكافحة المنحل بالكامل، كافح خلية واحدة فقط، اي مادة انت هتستخدمها، اي مادة انت هتستخدمها كافح خلية، انتظر شوف. طبعا هتنتظر مدة قد ايه؟ مدة مثلا ساعة اتنين، تشوف نقدر نقول الملكة لا قدر الله كويسة ولا في مشكلة حدثت ليها، تشوف النحل حركته عاملة ايه، تمام، تتأكد نقدر نقول من سلامة الخلية، الخلية كويسة والنحل كويس والملكة ممتازة، كافح المنحل بالكامل، تمام. ليه انا بقول دايما التأكد والتجربة على خلية واحدة؟ ممكن يكون في خطأ من الاخ النحال او الاخت النحالة بدون قصد يتسبب في كارثة لا قدر الله، تمام. اعطي نصيحة اخرى وهي محدش يكافح اي خلية فيها ملكة عذراء، ممنوع باي مادة ايا يكن، محدش يكافح خلية فيها بيوت ملكية، ممنوع ايا يكن. طيب ليه؟ هتأثر على بيوت الملكية يا اخي، هتأثر على الملكة العذراء يا اخي، ومش هتطلع للتلقيح، تمام. يعني اتمنى يكون الصورة واصلة لاصدقائنا ان حاليا، تمام. طبعا جرعة الفورميك اسيد اثناء المكافحة، تمام، لو الاخ النحال هيكافح بالفورميك اسيد ما بين 60 الى 65%، انصحك بالنسبة الى خلية مثلا متوسطة، خلية من الخمس براويز، اديها كم سنتي؟ اعطيها في معدل 2 الى 3 سنتي فقط، من 2 الى 3 سنتي من الفورميك اسيد، تركيز ما بين 60 الى 65%، تمام. طبعا مع التجربة على خلية واحدة ومن ثم اشوف النتائج واقدر اعمم بعد كده. طب واحد يقول لي انا عندي خليه 7 براويز او خليه 10 براويز، تمام، اعطيها جرعه قد ايه؟ تمام، اعطيها برضو الله يبارك في عمرك جرعه نقدر نقول معدل 3 سنتي، تمام، وبعد كده تشوف النتائج. لو لقيت ان النحل مستريح والنحل حركته كويسه، مفيش مانع ان انا ازود 1 سنتي كمان، تمام. يعني احنا مش عاوزين نقيس مقياس ان انا دلوقتي كافحت 3 سم على خلية 5 براويز فالخلية العشر براويز اعطاها 6، لا لا. ليه؟ لان حيز الصندوق، تمام، هو واحد، هي فقط اللي يختلف الكثافة النحلية، تمام. فخلينا في جرعة اقل، اسقاط نقدر نقول هيكون ممتاز باذن الله، وفي الاساس نأمن الملكة، تمام، ونأمن النحل منعا من حدوث اختناق لا قدر الله، تمام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك لجميع الأصدقاء النحالين في جميع البلدان العربية، اللهم أمين يا رب العالمين. حبينا نعطي نصائح سريعا، نتمنى العمل عليها، نتمنى نستمع من بداية الفيديو حتى النهاية، ومشكورين شكرا جزيلا.